وسط إدانة دولية لتصعيد قوات الاحتلال في قطاع غزة، يستمر معبر رفح المصري في فتح أبوابه استعدادا لدخول المساعدات الإغاثية، إلى أن قوات الاحتلال تمنع دخولها منذ أن سيطرت على المعبر من الجانب الفلسطيني. ويأتي ذلك مع استمرار القصف العنيف على مختلف المناطق بقطاع غزة وتحديدا شرق وغرب رفح الفلسطينية. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا نتابع سويا الأحداث من أمام بوابة معبر رفح المصرية، هذه البوابة التي لم تغلق يعني أبوابها أمام المساعدات الإغاثية المختلفة التي تدخل إلى الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء العدوان على الأشقاء هناك. يعني هي من خلفي توضح أنها مفتوحة وجاهزة طوال الوقت ومنذ بداية العدوان، ولم تغلق أبوابها في انتظار دخول الشاحنات. ولكن عندما تدخل الشاحنات من هذه البوابة على بعد 500 متر تقريبا أو أقل، تأتي البوابة الفلسطينية التي قامت قوات الاحتلال باحتلالها منذ تقريبا 8 أيام وأكثر من أسبوع. احتلت قوات الاحتلال هذه البوابة ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة. وعلى الناحية الأخرى أيضا معبر كرم أبو سالم الذي أغلقته قوات الاحتلال، تدخل المساعدات الإنسانية التي تأتي من مصر ومن باقي دول العالم عبر هذه البوابات، وتمنعها من الناحية الأخرى من الناحية الفلسطينية قوات الاحتلال من الدخول في جزء من إجراءات الإبادة الجماعية تنتهجها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة. بالطبع مصر لم تتوقف عند هذا الحد، أيضا سيارات الإسعاف متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصري، ومنعت قوات الاحتلال أيضا إجلاء المصابين برغم القصف المستمر. بينما نحن حتى نتحدث الآن وطوال الوقت وليلا وصباحا، هذا القصف المستمر من الطائرات والمدفعية، ونسمع دائما أصوات الاشتباكات على الناحية الأخرى. لا يتوقف على إطلاق هذا القصف العشوائي لاستهداف المدنيين في قطاع غزة. النقطة الأخرى أيضا، المفاوضات المصرية لم تتوقف، وأيضا بتصريحات للسيد سامح شكري وزير الخارجية، والذي يعني أدان فيها واستنكر فيها تصريحات الجانب الآخر من قوات الاحتلال بأن مصر هي من تغلق بوابة معبر رفح وهي من تمنع دخول المساعدات، وأدان هذه التصريحات وقال نصا أنه يحمل قوات الاحتلال مسؤولية الأشقاء في قطاع غزة ومسؤولية الكارثة الإنسانية التي تحدث الآن، وحمل أيضا قوات الاحتلال مسؤولية تصعيد الأحداث في قطاع غزة وتحديدا احتلال معبر رفح الفلسطيني. كل هذا بالطبع مع استمرار استقبال مطار العريش الدولي للمساعدات التي تأتي عبر اللجنة العليا للمساعدات الأجنبية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.